اليوم ونحن نعيش ونتابع تراجعا وفقدا لقيمة الدينار نحو 8 دينار مقابل الدولار الواحد، وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار السلع المعيشية من غذاء ودواء يكتبي بنار وجعها ليس فقراء الوطن المتزايد عددهم، بل الطبقة المتوسطة المنحدرة بسرعة كما ونوعا. هنا يبرز السؤال الافتراضي وربما الخيالي الأهم، هل هناك عوامل مخفية أو عناصر مغيبة أو أيدي مختبئة لها دور غير ما نعرفه من تأثيرات وتداعيات للأزمة الحالية وأطرافها، ومن هو المستفيد؟ تصريحات خرجت في بيان من مصرف ليبيا المركزي التابع للحكومة المؤقتة بأن هناك أطراف مستفيدة من انقسام المصرفين في شرق البلاد وغربها. بالتأكيد هناك مستفيدون محليون يتربحون من هذه الأوضاع ظاهريا. هل هناك أطراف تقابل جماعات التهريب المحلية في الدول التي يتم تهريب السلع والوقود والسلاح لها؟ وهذه الأطراف التي تربح من التجارة الغير الشرعية الناتجة عن فروقات الأسعار، الأطراف عندنا وعندهم تعمل خارج الإطار الرسمي والقانوني لكل الدول، أي أن من يقومون به يقع تحت طائلة قوانين الدولة المعنية، وبالأخص أن هذه التجارة تديرها عصابات منظمة بعضها ينخرط في الإجرام المنظم والمخدرات والسلاح والإرهاب وتمويله. محمد العزومي، ليبيا الحدث.